بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 77 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جيزان، باعثتها إحدى الأخوات. تقول السائلة عين شين: أختنا سألت في حلقة مضت سؤال وبقي لها في هذه الحلقة سؤالان. تقول عن نفسها في السؤال الثاني: أنا فتاة في 17 من عمري، كنت أصلي وأصوم، ولكن علي بعض من المعاصي ولله الحمد تبت منها جميعا، لكن علي من الصيام كثير وأنا لم أتذكرها جميعا فهل أصوم الذي أتذكره؟ وجهوني جزاكم الله خير. هي ذكرت أنها تصلي في ذاك الوقت، هكذا تقول. تقول: كنت أصلي وأصوم ولكن علي بعض المعاصي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن من على هذه السائلة بالتوبة من الذنوب، ونسأله لنا ولها الثبات على الدين. وأما ما تركته من الصيام في فترة مضت فإنها يجب عليها أن تقضيها ولو طال العهد، لأنه دين في ذمتها يجب عليها أن تقضيه مع إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. فإن كانت تتذكر العدد فإنها تصوم عدد الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير، وإن كانت لا تذكر العدد فإنها تجتهد في تقديره. طيب. وتصوم ما توصلت إليه. طيب. طيب. وتطعم مسكينا عن كل يوم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تسأل سؤالها الأخير فتقول: ما حكم لبس الشراب المطرز بالألوان للنساء؟ الأصل الجواز، الأصل الجواز في لبس الشراب للنساء وللرجال، ولكن إذا كان في الشراب الذي ذكرته السائلة زينة تجلب الأنظار، إذا خرجت به فإنها لا تلبسه، وإنما تلبس الشراب العادي الذي لا يلفت النظر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع محمود إسماعيل محمد إسماعيل، يقول في قضية مطولة: إنني أرسلت رسالة وكنت قد طلقت وحلفت يمينا بالله بالطلاق على زوجتي وهي غير موجودة معي، وأنا مقيم في المملكة في مكة، وكان اليمين أن أقسمت به في شريط كاسيت وأرسلته إلى زوجتي إلى بلدي في مصر، علما بأنها كانت وقت اليمين في لحظة غضب، علما بأني كنت في وقت اليمين في لحظة غضب، وأنا الآن نادم على ما صدر مني، فوجهوني كيف أتصرف جزاكم الله خيرا، إذ أن بعض الناس قال إن هذه اليمين لا تقع. هذا يحتاج إلى تفصيل وإلى سماع لكلامك الذي في الشريط، ما دام أنه مسجل ومحفوظ فإنه لابد من سماعه وماذا قلت فيه. عليك أن ترجع إلى أحد أهل العلم في بلدك، أو إذا كان الشريط موجودا عندك في المملكة فإنك تستصحبه وتذهب إلى أحد العلماء وتسأله. ألاحظ أنه كتب سطرا في نهاية الرسالة يقول فيه شيخ صالح: فحلفت اليمين 3 مرات، أنت طالق أمام الشريط الكاسد، وأرسلته إلى زوجتي في بلدي. هذا ليس يمينا، هذا طلاق منجز. طيب. هذا طلاق منجز، ولذلك قلنا لا بد من حضوره وإحضار الشريط عند من يستفتيه من أهل العلم، إما من القضاة وإما من الجهات المعينة للفتوى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة، يقول: أخوكم حراي سين يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم من خرج عن صلاته بدون
بإرادته وهو يصلي في الحرم، حيث رأى رجلا وضع المصحف بالأرض والناس تطأه بأقدامها. لا شك أن المصحف الشريف يجب احترامه ورفعه عن الامتهان، ولكن لا يجوز لك قطع الصلاة. الصلاة لا تقطع إلا عند الأمور الضرورية، مثل إنقاذ مسلم من هلكة. لو رأيت أعمى مثلا أقبل على بئر أو على نار أو على ماء يغرقه، خشيت عليه من الهلاك، فلك أن تقطع الصلاة وأن تنقذ هذا الذي وقع في الخطر. أما قطع الصلاة لغير الحالات الضرورية إنه لا يجوز، ولكن بإمكانك أن تشير أو تنبه بالإشارة أحد الحالات حاضرين حولك أو المارة لرفع المصحف أنت في الصلاة، أو إن كان قريبا منك أن تمشي إليه وأن ترفعه وأنت في صلاتك بدون قطع. تمشي إلى المصحف وأن ترفعه وأنت في الصلاة بدون قطع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تخرج مع زوجها إلى الخياط أو إلى السوق، علما بأنها لا تخرج إلا لضرورة وفي المناسبات؟ لا بأس أن تخرج مع زوجها أو وليها إلى محل الخياط لأجل حاجة تستدعي خروجها، وتكون متسترة ومحتشمة، لا يظهر منها شيء أمام صاحب المحل ولا أمام غيره من الرجال، وبقاؤها في بيتها أحفظ لها وأصون، وبإمكانها أن ترسل من يحضر لها مطلوبها من عند صاحب المحل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من اشترى أضحيته بوقت وربطها في بيته، ثم قبل الذبح بيومين ارتف على رقبتها الحبل فماتت، هل تجزي أم عليه أن يضحي بواحدة بدلا عنها؟ أفيدونا جزاكم الله. هذه التي التف الحبل على رقبتها وماتت هذه تعتبر ميتة، لا يجوز أكلها ولا الانتفاع بها. لكن إن كانت هذه الأضحية واجبة في ذمته قبل التعيين، يعني يكون نذرها، تكون أضحية منذورة مثلا، أو كانت وصية لميت، فإنه يلزمه أن يذبح بدلها، أما إذا كانت تبرعا منه وماتت فإنه لا يلزمه أن يذبح بدلها، إن شاء ذبح بدلها وإن شاء لم يذبح، لأنها لم تجب في ذمته وإنما هي شيء تبرع به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا عن الأضاحي يسأل المستمع عيسى علي الشمري من رفحة فيقول: كثيرا ما نسمع من بعض العوام أن الذي لا يذبح في الصباح الباكر في أول يوم من الأضحى أنها لا تجزي ولا يصل ثوابها إلى الميت، فهل هذا صحيح؟ وما حكم تأخيرها إلى الظهر أو إلى الليل مثلا؟ وهل هناك دليل على مشروعية التقديم كما يقال؟ جزاكم الله خيرا. هذا الكلام لا صحة له. والذبح ذبح الأضاحي موسع ولله الحمد 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، كلها أيام للذبح. ولكن إذا ذبحها بعد صلاة العيد مباشرة فهذا أفضل، لأنه مبادرة إلى الطاعة، ومن أجل أن يحصل الأكل منها في أول الأضاحي، المبادرة بذبحها بعد صلاة العيد أفضل، ويتمدد الذبح إلى آخر اليوم 13 من أيام التشريق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية رسالة بعث بها المستمع محمود بن حسنين عبد العال، يقول: إن أختي عقد قرانها، وقبل زفافها إلى زوجها توفي عنها زوجها، هل عليها عدة وهل هي ترث منه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، يجب عليها العدة، عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، وترث من زوجها الذي توفي قبل الدخول بها، وذلك لأنها زوجة، فإذا مات عنها قبل الدخول فإنه يلزمها العدة وعدة الوفاة، وترث من زوجها كسائر الزوجات. جزاكم الله خيرا. يقول: إن أبي تركني أنا وأخ لي وإخوة بنات، وتوفي أخي وترك له أولاد وبنات، هل أولاد أخي المتوفى قبل أبي يرثون في تركة أبي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا ميراث لأولاد أخيك مع وجود أعمامهم، لا ميراث لهم مع وجود أعمامهم، لأن أعمامهم يحجبونهم عن الميراث. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع إبراهيم عبد الرحمن المسلم من جدة، يقول: هل يجب على المسلم إذا سئل عن تفسير شيء من القرآن وكان غير متأكد من التفسير الصحيح ولكن المعنى واضح لغويا أن يقول لا أعلم، وإذا كانت الإجابة بناء
نعم، فهل هذا يعني أن على المسلم أن يرجع دائما إلى تفسير القرآن ولا يحاول تفسير الآيات حتى وإن كان المعنى واضحا من حيث اللغة؟ لا يجوز للمسلم أن يتكلم في تفسير القرآن إلا عن علم، يعني يرجع إلى كتب التفسير الموثوقة وينقل منها تفسير الآية المسؤول عنها. أما أن يتخرص من عنده ويفسر القرآن فهذا أمر محرم، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والذي يفسره يبين مراد الله بكلامه، وهذا لا يجوز إلا عن علم. ومن فسر القرآن بغير علم بل بتخرص من عنده فهذا يقول على الله بلا علم، قد قال الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قال سبحانه وتعالى ولإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالأمر في هذا خطير، لا يجوز أن يفسر القرآن إلا بالرجوع إلى كتب التفسير الموثوقة التي تفسر كلام الله سبحانه وتعالى على علم، إما أن تفسره بكلام الله سبحانه وتعالى، القرآن يفسر بعضه بعضا، وإما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن السنة تفسر القرآن وتوضحه، وإما بتفسير الصحابة لأن الصحابة أخذوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أدرى بمعاني كتاب الله عز وجل لأنهم تلامذة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه وجوه التفسير. وهناك وجه الرابع وهو العلم باللغة العربية التي نزل بها القرآن، يعني يفسر القرآن إذا لم يوجد له تفسير في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة فإنه يفسر بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها، ولكن هذا المقام لا يصل إليه إلا المؤهل بمعرفة اللغة العربية، وهذه المرحلة هي الأخيرة من المراحل. ما يكفي أن يكون عالما باللغة العربية فقط وليس عالما بالقرآن ولا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بأقوال الصحابة، لا بد أن يكون عالما بهذه الأمور قبل علمه باللغة، لأن العلم باللغة الذي يخول التفسير إنما هو آخر المراحل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أحيانا تحصل حوادث أثناء وجودي أو مروري من مكان ما، مثل أن تحصل مشكلة لشخص بعد سلامي عليه، أو أن يتعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بأحد أقاربي عند وجودي في بيته، فهل يجب علي وأنا في هذه الحالة أن يكون إيماني بحدوث القضاء والقدر أحق من إيماني بأن العين حق وحدوثها قائم؟ الإيمان بالقضاء والقدر هذا ركن من أركان الإيمان، والإصابة بالعين من القضاء والقدر، لا يصيبك أحد بعينه إلا وقد قدر الله سبحانه وتعالى ذلك، وكل شيء بقضاء الله عز وجل وبقدره من العين وغيرها. نعم. جزاكم الله خيرا. لا أدري شيخ صالح، كأني فهمت من هذا السؤال أن الرجل يتهم نفسه بشيء معين. كيف؟ كأنه يتهم أن عينه تصيب الأشياء أو تصيب الناس أو ما أشبه هذا. من وجد في نفسه شيئا من هذا وأنه يصيب الناس بعينه فإنه يكثر من ذكر الله عز وجل. طيب. والدعاء، وذلك يذهب ضرر العين بإذن الله. طيب. يكثر من ذكر الله عز وجل. طيب. والدعاء بالبركة لما يراه أمامه من أموال الناس وأحوالهم، يدعو لهم بالبركة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن والحالة هذه عليه أن يكون مؤمنا بأن العين حق، وفي نفس الوقت يؤمن بأن القضاء والقدر لا بد وأن يكون أيضا حادث، لكن لا بد أن يتورع وأن يذكر الله عندما يعجبه شيء. نعم، يؤمن بأن بالقضاء والقدر، ويؤمن بأن العين من القضاء والقدر. طيب. وأنها تصيب بإذن الله سبحانه وتعالى وبتقديره، ويستعمل الأسباب الواقية. طيب. من ضررها وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم تعليق الآيات القرآنية المبروزة في المسجد؟ ما حكم تعليق الآيات القرآنية المبروزة في المنزل لتجميل المنزل؟ وهل هذا يعتبر تقليل من حق الآيات القرآنية؟ هذا لا ينبغي، تعليق الآيات القرآنية على الجدران أو غيرها هذا من العبث في كتاب الله عز وجل، وإن قالوا إنه من أجل الذكر فهو من العبث، وإذا كان القصد منه التجميل فهذا مما يؤكد أن هذا عبث بكتاب الله عز وجل، فالقرآن يصان عن هذه الأمور، وما كان السلف يفعلون هذا، بل كانوا يعظمون القرآن ويحفظونه في صدورهم وفي مصاحفهم ولا يعلقونه على جدرانهم، حتى إنهم أو كثير منهم استنكر تعليق القرآن من أجل الاستشفاء به، تعليق القرآن على الأشخاص من أجل الاستشفاء به من الأمراض،
أنكروا هذا، فكيف بتعليقه على الجدران وعلى غيرها؟ فهذا مما يصان كتاب الله تعالى عنه. فهؤلاء الخطاطون الذين يكتبون هذه الآيات في براويز ويبيعونها على الناس، هؤلاء عليهم أن يطلبوا الرزق بغير هذه الطريقة، وأن يصونوا كتاب الله عز وجل عن هذا العبث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم إهداء المصحف الشريف للكافر لغرض دعوته إلى الإسلام؟ لا يجوز تمكين الكافر من المصحف الشريف، ولكن يقرأ عليه، يقرأ عليه من القرآن ويسمع القرآن من أجل دعوته إلى الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المسلمين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فدل على مشروعية قراءة القرآن على الكفار من أجل أن يسلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكفار إلى الإسلام ويقرأ عليهم القرآن ويسمعهم القرآن حتى إنه أعجبهم وصاروا يتحاذرون منه ومن سماعه لأنه يؤثر عليهم. فدل هذا على أن قراءة القرآن على الكافر من أجل دعوته إلى الإسلام أن هذا أمر مشروع. أما تمكينه من المصحف فهذا أمر لا يجوز حتى يسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من السودان الشمالية رسالة بتوقيع أحد الإخوة، يقول المرسل ألف ف، يقول في عدد من القضايا وكلها تتعلق بالعزاء: ما حكم الشرع في التهليل بصوت مرتفع والناس سائرون وهم يحملون جنازة رجل حافظ للقرآن الكريم ثم عمل التأبين لهذا الشيخ في الأربعين ويتحدث المتحدثون عن مناقبه وكان ذلك داخل سور الجامع، وفي اليوم الثالث لوفاة الشخص يعمل طعام إفطار وفيه اللحم في بيت الميت ويأتي الناس ويأكلون ويدفعون النقود ويكون ذلك بكشف؟ نرجو أن توجهونا حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا. الإسلام ولله الحمد جاء بأكمل الهدي، ومن ذلك أنه بين لنا ما يعمل بالأموات المسلمين، وذلك بأن يبادر إلى تجهيز الميت المسلم لتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له، ثم بتشييعه إلى قبره ودفنه في قبور المسلمين. وأما هذه الضجة وهذه التكلفات التي يعملها كثير من الناس فهي بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فالتهليل والذكر في حالة حمل الجنازة هذا لا أصل له في الدين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه والقرون المفضلة أنهم كانوا يعملون ذلك، وإنما كانوا يحملون الجنازة ويشيعونها بدون رفع أصوات وبدون ذكر أو تهليل أو غير ذلك. أما إذا ذكر الإنسان ربه في نفسه ودعا الله سبحانه وتعالى في نفسه بدون رفع صوت فلا بأس بذلك، إنما الممنوع ما اعتاده الناس من ترتيب هذه الأصوات الجماعية مع الجنازة، أو يقول وحدوه أو ادعوا له أو اشهدوا له أو ما أشبه ذلك، كل هذا من البدع. وكذلك عمل المآتم وهذا أشد، لأن هذا ينبي عن النياحة والجزع وهذا محرم في دين الإسلام. وكذلك عمل الطعام ما عدا الطعام الذي يصنع لأهل الميت من أجل أنهم مشغولون بالمصيبة ويصنع لهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما يكفيهم، أما المزايدة في ذلك وجمع الناس للأكل أو أن يكون هذا من تركة الميت فكل هذا خلاف السنة، وإذا كان مما للميت فهو ظلم للورثة وأكل للمال بغير حق. وأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، كنا نعد الاجتماع، أظنه جرير بن عبد الله يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. دل على أن الصحابة ما كانوا يجتمعون هذه الاجتماعات، وما كانوا يصنعون هذه الأطعمة، وما كانوا يرتبون هذه الترتيبات في الأربعين أو في يوم كذا أو كذا من وفاة الميت، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان مهندس الإذاعة الخارجية، والسلام عليكم.